موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره جملة مفيدة في تحريم القتل والتحذير منه، نذكرها للفائدة. قال: والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن مستعفا صالحا. وفي نسخ معتقى، يعني خفيف الظهر، مستعفا يعني في عافية. قال: ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. بلح يعني انقطع وسقط من الإعياء، لا يقدر أن يتحرك، بلحه السير انقطع به. وفي حديث آخر، حديث هذا الماضي حديث صحيح: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. الحديث بمجموعه حسن. وفي الحديث الآخر: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، أو في الحقيقة حسنه، مع أن طرقه ضعيفة، ولكن بمجموعها تحتمل التحسين فهو حسنه بمجموعها وشواهده. وفي الحديث الآخر: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. أما هذا فحديث ضعيف، وذلك أن الله قد قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فضلا عن ضعف إسناده. وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلف في الآية أهل الكوفة، فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء. وقد سبق أن بينا هذه المسألة. نحن لا نقول بالنسخ، ولكن نقول الآية دلت على أن هذا جزاؤه إن جوزي به. ذكر جملة ذكرها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى،
فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ده المجاهد في سبيل الله. قال: ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول: رب سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان. قال: فإنها ليست له، بؤ بإثمه، تحمل إثمه، فيهوي في النار 70 خريفا. نعوذ بالله. هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت أو في سبيل الملك أو في سبيل الانتقام الشخصي بالباطل، الحديث إسناده على شرط الشيخين، رواه النسائي. وهذا إن خلد في النار نعوذ بالله فهو ممن مات كافرا. وروى الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. ورواه ابن وردويه عن أبي الدرداء. وهذا الحديث إن صح فمحمله على أنه لا يغفر من كل الوجوه، كما ذكرنا أن هذا الحديث أن القتل يبقى، أن القتل يبقى فيه حق القتيل، ولهذا لا يغفر حتى يرد. الله أعلى وأعلم. وروى ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. قال: وهذا حديث منكر أيضا وإسناده مظلم جدا. وروى الإمام أحمد عن حميد قال: أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي فقال لنا: هلما فأنتما أشب شيئا مني وأوعى للحديث مني. في نسخة وأظنها الأصح: أنتما أشب سنا مني وأوعى للحديث مني. فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء حديثك. قال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم، فشد من القوم رجل، شد يعني جرى، فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه، فقال الشاد من القوم، الرجل الذي هرب وجرى: إني مسلم. فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله. فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، فبلغ القاتل، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته، ثم قال أيضا: يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته، ثم لم يصبر فقال الثالثة: والله يا رسول الله
ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه، فقال إن الله أبى علي من قتل مؤمنا، إن الله أبى علي من قتل مؤمنا، قال ثلاثا، يعني قالها ثلاثا. رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغلظ في هذه المسألة تحذيرا من القتل. قال ابن كثير الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلمته، وأرضاه عن طلابته عما يطلبه. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهذا خبر لا يجوز نسخه، وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك، كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم. وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة، فقال ومن يحول بينه وبين التوبة، ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة. وإن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى وأحرى، بطريق الأولى والأحرى، لأن الله هو وضع عنا الآثار والأغلال التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جزاه. ورواه ابن مردويه بإسناده مرفوعا لكن لا يصح مرفوعا. قال ولكن لا يصح، ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، لكن قد يكون ذلك معارضا من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، على قولي أصحاب الموازنة أو الإحباط، الموازنة بين الحسنات والسيئات، أو قول بأن يحبط من الحسنات بقدر السيئات، فإن بقيت حسنة نجا، وكلا القولين قريب. قال وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد، والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل إلى النار إما على قول ابن عباس
ومن وافقه أنه لا توبة له، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به. يعني الجمهور بيقولوا بالموازنة، أن نفترض أنه لم يكن له حسنات تكفي هذا الذنب فيدخل النار. قال: فليس يخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فعسى للترجي. فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما، وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا فالنص أنه لا يغفر له البتة. هو الصحيح في المسألة دي، مسألة الترجي، هذا الكلام ليس سديدا، يعني أنه عسى أن يغفره الله إلا كذا وكذا، فهذا لن يغفر، هذا معنى ظاهر. ولكن هذا عام في من تاب ومن لم يتب. ثم إن عدم المغفرة في هذا الموضع لا يلزم منها الخلود في النار للأدلة التي ذكرت، ولكن معناها أنها لا بد وأن يأخذ القتيل حقه. فإن شاء الله عز وجل فيرضي القتيل من عنده، أو لا بد وأن يعاقب ذلك القاتل وإن لم يخلد. قال: وأما من مات كافرا فالنص أنه لا يغفر الله، لا يغفر له البتة. أما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولكن لا بد من ردها إليهم. ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولكنه لا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة. فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة، من المطالبة، ولكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة، إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك. ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة، سنذكر بعضها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى إن أبقانا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.